السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه النشرة الجوية الخاصة بحالة الطقس بالمغرب ابتداء من هذه الليلة والأيام القادمة وآخر تحديثات نماذج الطقس العالمية بحول الله. فقبل البدء إخواني أخواتي، إذا كنت تشاهد قناتي لأول مرة فلا تبخل علي الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على كل كي يصلكم جديد الفيديوهات والنشرات إن شاء الله، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك وشكرا لكم مسبقا. والآن إلى التفاصيل. ويتوقع بإذن الله ابتداء من زوال اليوم أن تكون بعض العواصف الرعدية على خنيفرة ميدل كيكوطة الحاج بن ملال تبانتة، واحتمال إن شاء الله أن تكون كذلك أجواء غير مستقرة إن شاء الله فترة الصباحية من يوم الثلاثاء على المناطق الغربية على طنجة أصيل العرائش للميمونة سيدي علال تازي الرباط دار بيضاء والجديدة ولاد فرج وكذلك سيدي بنور الوالدية. تعطي بعض التساقطات المطرية الخفيفة كذلك على شمال أقاليم جنوبية المملكة على طنطان وطرفية وقلميم وتيزنيت. خلال الفترة المسائية أجواء عموما وغير مستقرة فوق المرتفعات. يوم إن شاء الله الأربعاء أجواء مستقرة إلى قليل في معظم مناطق المملكة وسيطرة الضغط الجوي المرتفع مع احتمال إن شاء الله ربما عودة الاضطرابات. سنرى كذلك توقعات بعيدة المدى خلال الأيام القادمة إن شاء الله. يوم الجمعة دخول كذلك اضطرابات جوية رادية محلية قوية على الريش أسول إيمنشيل ميدل تونفيت غراما وكذلك قلميمة بإذن الله وتشنغير وأمطار حاضرة كذلك على التبانيت وأزيلالا مع تساقطات رعدية محلية قوية. بالنسبة للتوقعات كذلك إن شاء الله يوم السبت يتوقع دخول بعض العواصف الرعدية على وطات الحاج وكيكو وخنيفرة بن ملال وميدلت وتازة وفاس إن شاء الله. طار الرعدية محتملة إن شاء الله. اضطرابات غير كذلك أجواء غير مستقرة يوم الأحد مع احتمال تساقطات مطرية على مرتفعات الريف. خلال كذلك يوم الاثنين يحتمل دخول بعض التساقطات مطرية أقصى الشمال وشمال الأقاليم الجنوبية للمملكة. خلال يوم الثلاثاء يتوقع بإذن الله دخول كذلك بعض الزخات الرعدية الضعيفة.